فريق نادي النصر ريتشي امامه مبروك زايد الحارس الدولي السابق يتقدم ريتشي فيناسياس ريتشي والكره في المرمى هدف التعادل في الدقيقه 35 من زمن شوط المباراه الثاني تعادل للنصر عن طريق فيناسياس ريتشي ركله جزاء اتجه لها بالشكل السليم مبروك زايد ولكنها كانت بالاتقان بأن تدخل المرمى على يسار مبروك زايد والهدف يسجل لصالح النصر في الدقيقة 35 هذه العادة على يسار مبروك زايد فيناسياس ريتشي يسجل نفسه اللاعب رقم 11 من لاعبي فريق نادي النصر الذي يدخل أيضا في